أهلا بكم. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في موقع عماد السيد المسيح المغطس رجال دين وشخصيات وقيادات مسيحية في الأردن والقدس بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. التفاصيل في التقرير التالي. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في موقع عماد السيد المسيح المغطس رجال دين وشخصيات وقيادات مسيحية في الأردن والقدس بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. وهنأ جلالة الملك خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية أبناء وبنات مسيحيي الأردن وفلسطين بالأعياد المجيدة، مؤكدا جلالته دعمه لصمود كنائس الأرض المقدسة في الحفاظ على مقدساتهم وممتلكاتهم، وأن حق المسلمين والمسيحيين في القدس أبدي خالد. وفي كلمة لغبطة البطريرك ثيوفيليوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين ألقاها نيابة عن غبطته الأرشمندريت خريستوفوروس عطلة، جاء فيها أننا من أرض المعمودية التي انطلقت منها البشارة المسيحية للعالم ندعو أصحاب الضمائر الحية والنوايا الصالحة للتصدي لأي انتهاك يواجه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. إن القدس يا صاحب الجلالة تسير اليوم على درب آلام جديد، حيث عرفت هذه المدينة أقدس درب للآلام اجتازها الرب والمخلص يسوع المسيح، ولكنها اكتملت بالقيامة المجيدة لتعلن أن بعد الموت قيامة وحياة، لأنه ومهما قوي الباطل وتفاقم الظلم سيأتي الحق والعدل، لأن للشر تاريخ انتهاء. وهذه هي رسالة كنيستنا المقدسة لأبناء الوطن في هذه الأيام الصعبة، علينا أن لا نيأس بل لنتقوى بالإيمان والرجاء والمحبة، ولنحافظ على وحدتنا الوطنية وعلى عيشنا المشترك وعلى الوجود المسيحي الحي في بلادنا المقدسة، لأن كثيرون هم الذين يريدون الشرق بدون المسيحيين، ونحن نقول لهم من هنا إننا باقون، وستظل القدس قبلتنا الوحيدة التي نفتديها بالروح وبكل نفيس. وألقى سيادة المطران بيير باتيستا بيتسابيلا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس كلمة ثمن فيها اهتمام جلالة الملك للحفاظ على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، وأضاف إن نشكر لكم مواقفكم النبيلة وهي مصدر عزاء نادر لنا في الظروف الراهنة وفي الاضطراب الذي يعم هذا الشرق الأوسط. في هذه الأيام كلنا معا نرفع صوتنا لنؤكد بقوة أننا نندد بكل شكل من أشكال العنف المادي أو السياسي، ونؤكد على عزمنا للمطالبة ولتحقيق مستقبل للقدس يقوم على المشاركة وليس على الاستثناء أو الإقصاء، يقوم على الترحيب وليس على الرفض، حتى يكون جميع المؤمنين الساكنين في المدينة المقدسة مواطنين كاملين متساوين. وأكد المطران منيب يونان مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في فلسطين والأردن دعم ومواقف جلالة الملك للمقدسات الدينية في القدس قائلا: أنتم يا صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس قد مددتمونا عزما وقوة لنصمد على تراب القدس ونحافظ على عروبتها على الرغم من جميع التحديات التي نواجهها. يا صاحب الجلالة، باسم المسيحية العربية نتمنى من جلالتكم بصفتكم صاحب الوصاية على جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف بأن تخاطبوا الأمم المتحدة واليونسكو والدول والمحافل المؤثرة في العالم من أجل إدانة الظلم وحماية المقدسات وممتلكاتها من الانتهاكات الصارخة
ضد التراث المسيحي والإسلامي في القدس الشريف. بهذه الكلمات نود أن نشكركم ثانية على هذه الدعوة الكريمة، ومن خلالكم نشكر أيضا محبة ورعاية سمو الأمير غازي ابن محمد حفظه الله بالأمانة بتعب. وإن دل هذا الاجتماع على شيء، إنما يدل على أنك أب لهذا الشعب الأبي. وقال مدير عام أوقاف القدس الشيخ محمد عزام الخطيب في كلمته: إننا يا صاحب الجلالة نجدد التزامنا بالعهدة العمرية التي توجب علينا حماية إخواننا المسيحيين والدفاع عنهم وعن مقدساتهم وممتلكاتهم، ونعتبر أي اعتداء ضد أي وقف مسيحي اعتداء ضد المسجد الأقصى وأوقافه الإسلامية. يشرفني أن أقف بين يدي جلالتكم لأنقل لكم تحيات واعتزاز جنودكم موظفي الأوقاف وأئمة وموظفي وحراس المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، والمرابطين في مصليات ومصاطب ومجنبات المسجد الأقصى، لنجدد البيعة لجلالتكم بأن نضحي بأجسادنا وأرواحنا وأبنائنا وأموالنا دفاعاً عن قبلة المسلمين الأولى ومصر جدكم الأكرم النبي العربي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأمانة التي تحملونها يا صاحب الجلالة باسم كل الأمة الإسلامية، مستندين إلى الدين والنبوة والتاريخ ودماء شهداء جيشكم العربي على أسوار الأقصى. كما ألقت عضو الهيئة العامة لمجلس الكنائس العالمي السيدة ديما كراتشي كلمة جاء فيها: إننا في مجلس الكنائس العالمي نفخر بما تحققونه من نموذج التآخي والوحدة الوطنية التي تشعرنا دوما بأننا أسرة أردنية واحدة كانت وما زالت تحظى برعايتكم حاميا للمقدسات المسيحية والإسلامية في الأردن وفلسطين، ونحن على مقربة من نهر الأردن الذي يشكل معبراً واصلاً لا فاصلاً بيننا وبين مقدساتنا وأهلنا الصامدين في وجه احتلال غاشم.